السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصية نبوية عظيمة جدا، تبي الله يحفظك طبقها. الوصية النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قرأ خواتيم البقرة في ليلة، يعني بعد غروب الشمس، من قرأ في ليلة كفتاه تكفيك من كل شر إنس وجن. وزيدك أيضا قال عليه الصلاة والسلام: لا تقرآني هاتان الآيتان في بيت يقرب الشيطان 3 ليال. إذا قرأت في بيتك الشيطان ما يدخل بيتك 3 أيام. إذا قرأت آمن الرسول. تخيل تقرأ الآيتين في بيتك الشيطان ما يقرب 3 أيام. الله تعالى يحفظه، لأنك حفظ دين الله تعالى. احفظ الله يحفظك. كم عند عيال قصار أو بنات ما هم حافظينها، كن سبب في تحفظهم هذه الآيتين. إذا حفظوها في ميزان حسناتك حتى وأنت في قبرك سيجري الحسنات وأنت في قبرك بإذن الله تعالى. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.